خلاق في بنيفوذة سمية ديالي عبد السلام بن محمد زيد وخلاق في بنيفوذة القبيلة الرباع الهوتة القبيلة بني ورياقل بلاصة روحي المغرب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يجعل كل بلاد عندهم ماني هشان الدوار ديالي يجيني أحسن من أي حاجة الهواء والماء موجود والخضورة والربيع والى اخره والطيور وكذا كل شيء عجبنا مزيان الهواء على الهواء احسن من المدينه والعروق ديالي مني هنا لابد ما يكون الشجره من هنا هذا الرضاع من العروق ديالها كتزهر الحياه وتبقي الاوراق خضار مزيان